تفاعل الإعلام الفرنسي مع التطورات الأخيرة التي تفيد بتراجع لاعب ليون الفرنسي حسام عوار عن تمثيل منتخب الدويوك ورغبته في اللعب للمنتخب الوطني الجزائري، حيث إن القانون ما زال في صالحه بحكم أن ظهوره مع كتيبة المدرب ديدي ديشان كان فقط ضمن لقاء ودي. ولم يتردد النجم السابق في كرة القدم الفرنسية جيروم روتان في انتقاد حسام عوار بعد انتشار هذه الأخبار قائلا عبر إذاعة أرمسي الفرنسية: عوار اختار اللعب لفرنسا في وقت سابق، فليتحمل مسؤولية قراره كان أمام خيار اللعب للمنتخب الوطني الجزائري، لماذا لم يفعل ذلك؟ وتابع النجم السابق لنادي موناكو وباريس سان جيرمان وهو يقصد حسام عوار: ليس في وضع يسمح له بتغيير وضعه كلما رغب في ذلك، لكن للأسف هذا يظهر أن حسام عوار ليس لاعبا جيدا ولا يملك عقلا ليفكر به. ومن جانب آخر، لمح مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي إلى أن الباب مفتوح أمام أي لاعب يرغب في اللعب للمنتخب الوطني الجزائري، وهذا في تصريحاته للإعلاميين على هامش وصوله إلى وهران لحضور حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ورد جمال بلماضي على أحد الأسئلة المتعلقة بإمكانية رؤية أسماء جديدة في معسكر شهر سبتمبر القادم قائلا: الباب مفتوح أمام كل اللاعبين لحضور معسكر سبتمبر، وهي إشارة واضحة منه إلى أنه لا يمانع في رؤية حسام عوار مع الخضر، رغم أن اللاعب كان قد رفض ذلك عند اختياره للعب المنتخب الفرنسي عام 2020. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا برأيكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.